تجولت كاميرا نهارك سعيد بقاعة طه حسين بالمكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة والتي تخدم الطلاب المكفوفين وضعاف البصر. تخدم القاعة الطلاب حتى أثناء الأجازات، حيث تتيح لهم القيام بورش عمل تظهر أحاسيسهم ومواهبهم العديدة. احنا بابنا مفتوح او باب قاعة طه حسين مفتوح لاي طالب كفيف او ضعيف البصر من جامعة القاهرة ومن خارج جامعة القاهرة، من اي مكان اي حد يخبط على بابنا اهلا وسهلا بيه، والخدمة متاحة لاي طالب كفيف او ضعيف بصر. بالنسبة للطالب الكفيف بيجي لنا القاعة هنا عنده فكرة مسبقة او عنده ميول الكمبيوتر من بره بنزودها له، ما عندوش بنبتدي معاه من الالف للياء، بمعنى ان انا بديله كورس 21 يوم كل يوم محاضرة 3 ساعات، بحببه وبقول له الكمبيوتر ده لو انت التزمت معايا، وبكلم على الالتزام لان صعب قوي مع الطالب الكفيف يلتزم معايا، بمعنى ان ما بيتحركش غير بمرافق، والد والده صديق صديقه اي حد بيجيبه بيبقى مستنيه، فصعب ان اقول له التزم معايا 21 يوم من غير غياب وثلاث ساعات تكون موجود معايا. لازم اقول له في اولى المحاضرات بالنسبه للكورس قد ايه انا هخليك في نهايه الكورس مفيش فرق بينك وبين طالب المبصر، بمعنى ان الطالب المبصر بيفتح كتابه وبيذاكر انا هخليك تفتح الكمبيوتر وتذاكر عليه، بمعنى ان انا الطالب المبصر بيخش اللجنه بتاعته الامتحان في الكليه بتاعته بيمتحن كرسته في ايده، كرست الاجابه والقلم في ايده، انا هخليك تمتحن على الكمبيوتر واهلك تؤدي الامتحان على الكمبيوتر، الشاشه دي كرست اجابتك والقلم هو الكيبورد بتاعك، زائد ان اي بحث دكتور الماده بيطلبه منك في المحاضره مش هخليك تروح سايبر بره ولا صديق يعمله لك، لا تعالى خش على النت عندي وطلع البحث اللي انت عايزه بذاتك انت بدون مساعده الغير. احنا بنقول ان احنا بنؤهلهم، معلش اضافه صغيره او لازم اقولها، ان كليه الاعلام كان ليها السبق الاول في انها تؤدي الامتحان على كمبيوتر 3 سنين متواليه، تقديرات عاليه جدا 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 ما شاء الله، اجمل كراسه اجابه داخله حجره الكنترول بتبقى الكراسه اللي خارجه من قاعه طه حسين اللي مكتوبه على الكمبيوتر. ويمكن تعليق الدكاتره بتوع كليه الاعلام ظريف قوي ومعتزيه بيه قوي، يا ريت تعملوا كده مع المبصرين مش المكفوفين بس، يعني بيحسوا ان معاهم كراسه اجابه بحث او متنسقه طبعا واجمل من خطنا احنا طبعا. يعني في الختام كان لابد ان نركز على ان قاعه طه حسين تضم ورش عمل، حيث تضم تصوير فوتوغرافي وورش رسم وتلوين بعنوان العزف بالالوان. أشرف عبد الوهاب لنهارك سعيد.